في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث وهذا الحديث مختصر، فإنه قال رحمه الله كانت الأوثان في قوم نوح ثم انتقلت إلى العرب، فجعل يفصل رضي الله عنه هذه الأصنام إلى من انتقلت إليه من القبائل، ثم ذكر هذا الأثر.